اسم اللي خلق الخلق شامي ومغربي، ابن البلد وابن العرب والأجنبي. يا شمس هدي وود حدي وغربي، ونبتدي الجول بالصلاة على النبي، ونبتدي الجول بالصلاة على شاهر. شاهر شاهر،
هو هنا في بشنين؟ ايوه، بعت لي مرسال وقال لي ان هو عند خاله وعايز اشوف اخوه. ما حرش عليه وحالف يمين ما يخطيش بشنين، ومش هغير كلامي. لو دخل بشنين هخلي الغفر بتوعي يجرجروه ويودوه على بيت العيد، يقعد جرى اخوه ويشوفه زي ما هو عاوز. اما انت ياما فبراحتك تقدري تشوفي عبد الله زي ما انت عاوزه. تلفون يا سيدي العمده، تلفون من مصر. الو، ايوه يا عمده، ايوه انا لطيف، لطيف الحسيني. انا مش سامعك كويس. ايوه، انت ما جيتش ليه؟ ها، مش قادر تيجي؟ ازاي الكلام ده؟ طب خليك معايا، خليك معايا. خد يا حاج، كلمه انت يا اخي. هلو، ازيك يا فتح الله يا ابني؟ ايوه انا الحمد لله بخير، بس خلينا في المهم دلوقتي. نوراي تعبانه قوي، الوضع متعسر. الدكتور فضل معاها طول اليوم ولسه ماشي من نص ساعه، وسايب 2 سسترات وحكيمه، وهي على صرخه واحده. فين توح؟ هتقولي فتح الله. الاوضاع عندك يعني ايه؟ الو فتح الله، المكالمة اتقطعت، نطلبه تاني. لا لا لا، مالوش لازمة، هو لو عايز يجي هيطلبنا، هو ده احنا قاعدين مستنيين. يعني ايه؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني ايه مش عايز يجي؟ في حاجة سعادتك تعرفها وانا معرفهاش؟ باردون يا حاج رجب، انا بس ما قدرتش اعبر كويس. انا قصدي اقول انه مش قادر يجي. مش عايز ومش قادر، ممكن توضح اكتر؟ يا حاج رجب، انت عارف ان العمدة عنده مشكلة كبيرة قوي هناك، وبعدين اظن انت سمعت بيها. ايوه، مش حكاية اخوه اللي ضرب 2 بالنار؟ هو كده بالظبط، وبعدين المسألة مش سهلة. فتح الله هو العمدة، يعني رجل القانون، وله اخ في نظر القانون مجرم، يعني لازم يقبض على اخوه ويسلمه للبوليس. الله يكون في عونه، بس المسكينة دي اللي بتتقطع من الألم محتاجة تلاقيه جنبها. يعني ما تحملش هم قوي، دلوقتي حرمنا صفية هانم موجودة معاها، وحواليها كل الناس دلوقتي. ايه دي؟ ازاي تليفون لهم ده فتح الله ياخد كل وقت دي؟ هو فين؟ لسه قاعد في بوشنين؟ سموك، اصل فتح الله بيه عنده مشاكل كتيرة هناك، مش هيقدر يجي على طول، لكن هو ان شاء الله هيخلص كل حاجة بسرعة علشان يجي. شوف لطيف بيه، انت وانتجي مش قول حقيقة، لكن انت حاجي رجب مش قلب حضراتكم يدق علشان ابناتكم نوراي هانم؟ طبعا اسمه الأميرة بيدق، خصوصا لما شفت حضرتها ابكي واصرخ وقول فين فتح الله. بالظبط كده يا فندم. يبقى حضرتكم ازاي واقف مبلم زي واحد بجم؟ مش لازم اتحرك، اعمل حاجة، روح هات عمدة قل له حبيبتك نوراي يتعذب وعاوز امسك ايد في ايد حضرتها عشان هي انسى الم. قوام من فضل حضراتكم. اولها ايه الست دي؟ ولا حاجه، اعمل معروف، انت تسمع من هنا وتفوت من هنا. وبعدين لازم تعرف كسمات هانم دي لا يرد لها كلام ولا يرد عليها بكلام. انا صليت 50 ركعه بين اذان عصر واذان عيشه مكرم، ودعيت وانا ربي عظيم خفف الم عن حبيبتي نوراي. ما تدخلش فيها اسمه الاميره. دخلت زباده لقيتها ابكي وابسك كل حاجه في سرير قطعه. انا كمان زيه. طب هي بتقطع الفرش والملايات من كتر الوجع، واسمهك ليه بقى؟ زيه، انا اشعر بكل اللي نوراي اشعر بيه. مالك سموك؟ انا كمان عندي الم شديد في بطن حضرتنا. معقوله اسمه الاميره؟ مش عارف ايه دي، ممكن معجزه من رب السماوات. يعني ايه؟ لا لا، مش معقول زبيده، لا اله عظيم في رب السماوات، انا مش كنت اعرف الم وضعي دي. دلوقتي روح حضرتنا وروح نوراي هانم اعرفوا سوا ان مصطفى بيك جاي. نسكتت يا سمو الاميره، مفيش صريخ. يمكن حكيمه ولا سسترات ادوله برشامات تخفف الم. طب انا هخش اشوف واجي اقول لك على طول. اين
سلامتك يا نوراي، ألف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا صفية. Congratulations, madam. You've got a very cute boy. Thank you very much. I will go to tell Dr. Makfous. Okay. تعرفتني قوي يا مصطفى، بس بحبك قوي، هفضل احبك قوي يا حبيبي عشان خاطر ما تزعلش من بابا. اكيد هو نفسه يجي ويشيلك في حضنه، ان شاء الله مش هيتاخر. سعيد حبيبة قلب تيزا. الله يبارك فيك يا حبيبتي. شفتي القمر؟ جميل حبيبي، أجمل من قمر كتير. ربنا يخلي لينا يا حبيبتي. مصطفى بيك شرفت حبيبي، شمسك طلع على دنيا كسمة ونوراي، لحية جميلة. في ثواني، مع إننا كنا في عز الليل، انتشر الخبر على كل لسان في البلد. المصراوية جابت الواد للعمدة. مش عارف ايه اللي فرحني بالجوي كده، مع انه ما كانش الواد الاولاني، وقابلتي الجازية جايبه له اسماعيل قبل كده، لكن شيء الهي كده خلاني احب المصطفى ده من اول ما جه خبر ميلاده. يمكن لاني قلت في عقل بالي ان الواد ده هيطلع حلو وابن عز زي امه، وفضلت مستني اخويا العمدة يرجع عشان اطلع الفرحة في عينيه وبارك له، بس اتأخر ومش عارف خرج من قطة التلفون وراح على فين. عنك يا شرف، عنك. خليك انت. حاضر يا جناب العمدة. شرفت في وقت غريب قوي يا مصطفى. عمك بترحل الصبح على سجن المركز، وعمتك قاعدة بسكينة مغروزة في قلبها، لا تقدر تعدها عايشة ولا تعدها ميتة، وستك لسه واقفة على رجليها مع إنها شايلة هم البيت والواد وشربة مرارة الخوف على الباقيين، وأبوك اللي كان لازم يتلقاك في حجر وساعة ما جيك الدنيا مربوط في سكية خطر وشر، بتقلب من برها ميه مسمومه. اقول لك ايه يا مصطفى، اقول لك وشك مش حلو وطلتك علينا شين، قلبي ما يطوعنيش. ايوه، اللي من قبل ما اشوفك حبك ملكني زي حب لامك الاميره. علشان راي سامحيني. كلها ساعه زمن ولقيته راجع ومعاه الغفير شرف. اسبق انت بالكلوب على الدوار يا شرف، واني جاي مع سيدنا، ومشوا انتوا كمان. اسمع كلام شيخ الغفر يا شرف. مشى شرف بالكلوب ناحيه الدوار، وفتح الله واقف مع علوان وبيكلمه، بس كان نفسي اسمع بيقولوا ايه. يعني انت ورايا من ساعتها؟ واجبي يا سيدنا، عينيا تكون عليك من بعيد لبعيد من غير جنابك ما تحس. وليه ده كله ان شاء الله؟ الوضع اتغير يا سيدنا من بعد اليوم الشومياه، ومش بعيد تحصل أي حاجة. فيه عالم في السخاوية ناويين على الشر، وبعنية شفت عباس السخاوي وابن أخوه بكر بتوع سيدي غازي واقفين عند دار الحج يونس. يبقى واجبنا نستحرص في العموم، لكن كل الحسينة كوم وسيدنا العمدة كوم لوحده، عينينا لا يمكن تورب من عليه. طيب من يمنين من يطالع أو داخل؟ بيبقى معايا الغفير شرف، ما بيفرجنيش. شرف ده في الأصل غفير صحيح، لكن ما بقاش فايق للحراسة دلوقتي قد ما هو مكفي على خدمتك. ده بيبقى ماشي قدام سعادتك ينور لك بالكلوب كأنه بيقول للي بيتربصوا لك أهو العمدة قدامكم، أهو تبقى حراسة تهدي. يعني أنت خايف عليا يا علوان؟ لو ما كنتش خايف على سيد البلد وعمدته يبقى ما استاهلش أبقى شيخ غفر، وأصلح لي أشتغل تملي ولا أفرش بطشت زبنة في السوق. ماشي يا علوان، اعمل كل اللي تقدر عليه
عشان تحفظ أمن البلد وزمامها. تمام جنابك. ها مين هنا؟ أنا يا عنوان. يعني هيكون مين؟ بعدين مالك؟ عامل لك زيتها كده ليه؟ أنا كمان قلقان قوي يا أبو العمدة. اسمعونا، أنا مش عايزك تقعد في البلد أكتر من كده. بكرة الصبح تنزل على كفر الشيخ، أنا أوفر لك حماية هناك ليك أنت وأخوك لغاية لما الغمة دي بالآخر. وسيبك لوحدك؟ أنا مش لوحدي يا غالي، أنا عمدة. الله يغفر يا زد عين الشمس. رجعت الحسين واهل بشنين، وكفايه امك الحجه. بمناسبه ام الحجه كانت بتسال عليك وبعتت صديقه تقول اول ما ترجع من بره يا ريت تطلع لها. على فين العزمه؟ على بيت العده زي ما انت شايف. اسبقيني يا صديق. حاضر يا ست الحجه. قلت ايه لاخرك يا ماما؟ ما رحتش من بدري ليه؟ ما هني كنت جاي مروح، لكن جاني مرسال ان ربنا كرمك بابن تاني، ابن المصراوي. قلت استنى علشان ابارك لك وحنن قلبك. مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا ام، الله يبارك فيكي. بس مصطفى يبقى ابن فتح الله الحسين، مش ابن المصراوي. بعدين عاوز اتحنن قلبي على مين؟ على اخوك يا حبيبي. اخويا مين فيهم؟ حسن. أنا عارفة إنك بتحبه زي ابنك بالظبط، وعبد الله مالكش يد في اللي حصل، وكويس إن الحكومة خدته عشان يبقى بعيد عن السخاوية. تقصد شاهر؟ أيوه شاهر. هو شيء؟ أيوه هو هنا. هو فين؟ بس اصبر. بقول لك هو فين والله؟ أنا هنا يا أبو العودة. أنت إيه؟ بتتحداني وتكسر كلامي وتخش داري؟ أنا دخلت الدار دي لأنها داري زي ما هي دارك يا عمدة، دار ولاد إسماعيل الحسيني وست إخواتها بنت السخاوية. صحيح أنت تقدر تمنعني من دخول أي دار في بشنين كلها إلا الدار دي، وأنا ما استجريش أتحداك ولا أكسر كلامك، بالعكس أنا جاي أترجاك وأستسمحك أروح مع الحاجة أشوف أخويا عبد الله، وبعديها أخفى من قدامك خالص. شاهر أني ضمناه، وإذا كان بيترجاك أني بقول لك هاخده معايا بيت العدة بكيفك أو غصب عنك. أنت كده مصغرين يا حاج. لو حسبتها كويس هتعرف إني بكبرك. يلا يا شاهر. أروح يا برعودة. أنا قلت كلامي ما يتناش. قدامي يا ولد. حاضر. ما تمد ايدك يا ابني وقول. ماليش نفسي يابا. شرع لك يا الله عبد الله، ده الغفر بيقولوا انك ما دوبتش الزاد لغايه دلوقتي. ماليش نفسي يا شاهر. سيبه يا شاهر، لما تتفتح نفسه يبقى بالهنا والشيء. ليه يا عبد الله؟ هو اهلي ليه؟ استني انت بس يا حاج، انا بسال اخويا على حاج. ليه ايه يا شاهر؟ ليه طخيته ولاد السخاوي؟ لو ردت فيهم الروح تاني يا شاهر هقتلهم تاني وتاني. ما انت كنت معايا يا اخويا وشفت. شفت اختك رضوانه وهي خارجه من دار السخاوي يوم صباحيتي وهي متهانه ومكسوره ووشها في الارض. بعد الجبال اللي ما تجوزش عليها الرحمه لا هو ولا ابن عمه. قامت عملته طلقها اول ما النهار ما شكش. وبدل ما تسالوني عملت كده ليه يا عبد الله؟ اسالوا رضوانه الغلبانه هتعمل هي ايه؟ راجل مين في الزمان كله هيحط ايديه في ايدينا بعد ما اختنا اتطلقت يوم صباحيتها يا ام؟ بس الحمد لله الناس كلها عارفه ان اختنا طاهره وشريفه، واللي حصل فيها ده حصل ظلم،
وربنا ألهمنا ننتقم من اللي ظلموه. تعرف يا عبد الله، انت طلعت ارجل ما فينا، واحنا مش هنسيبك وهنوقف لك اكبرها افوكاتو بره مصر كلها، وان شاء الله هتطلع بره. ما تقلبش على نفسك يا شاهد، انا عارف انني لو فلت من حكم الاعدام هترمي في السجن كتير، وانا موافق وراضي اجله كفر عن سيئاتي. بلغوا الحاج عبد الخالق انني طلقت بنت ام الخير وش الخير وربنا يتولاها. اما خدي بالك من رضوان شاهد، ارجع اللي في دماغك في نيتك وما تغضبش على فتح الله. طويلة ملنا حينها خاف الله لله طويل، ليلة طويلة ملنا حينها خاف الله لله طويل، والمصر جفتيلة نحيلة وبترعش نورها العويل. وأهين يا ليل. انت هتفضل زعلان كده على طول؟ لا ما في زعل يدوم، بس انا بقى لسه زعلان. زعلان ليه ان شاء الله؟ لحاجتي تنسى ان الحاجة ضربتني وانت ما جبتليش حاج منها؟ اصلح لك تنزل الموضوع ده وتكفي لها السيره دي. ليه بس يا عمد؟ ده اني بجر معاك كلام عشان ابارك لك. بيقولوا المصراويه ولدت وجابت مصطفى. الله يبارك فيك. يتربى في عزك يا عمد، بس ما تنساش البكري. صباح الخير. انا راجل جارك يا جاسيه، مش مالك اروح اشوف ابن حبيبه عمري. حتى يبقى حرام يا عمده، البنايه بتوضع اول حمل ليها وتدور حواليها ما تلاقيش راجلها، بعدين ابنك ينزل الدنيا وابوه بعيد، تيجي ازاي دي؟ هقول لك يا ابو رجب اشرح لك كل حاجه، وكان ممكن لو طلبتني بالتليفون احكي لك عن موال كله من غير ما تتعب نفسك وتصحى الفجر وتيجي هنا على الضحى. ما كنتش فاهم يا عمده، انا اللي جه في بالي ان فتح الله الحسيني ده راجل يعرف الاصول ومش ممكن يعمل حاجه زي دي بخطره، لازما في شيء غصبه. قلقت عليك، فكرت فعلا اطلبك بالتليفون بعد ما كلمتك مع لطيف، لكن قلت هيطمني باي كلام ومش هبقى عارف الحقيقه. قلت ما بدهاش بقى، لازم اجي بنفسي اطمن عليك وبعدين ارجع اطمن على المسكينه دي اللي عقلها عيشت. جلالكم ليه على قد ما بيزعلني من نفسي لانه بيحسسني اني غالي غالي عليكم. عايزه كلام ولا فيها فصال يا فتح الله؟ عارف يا عمي عارف، انا احكي لك عن موال من اوله لاخره، مش بس عشان تعصرني، لا الاهم انك انت تطمن وراي وتقول لها اللي مانعني هو خوفي على البلد ومسؤوليتي عن اهلها. وانا هقولها لك بصراحه، أنا مستعد أقدم روحي للناس اللي عاوزين طار ولادهم قصاد إن سيرة الدم دي تخفى من أولها. طار ودم؟ أنت بتقول إيه يا عمد؟ اسمعني يا أبو رجب، فتح الله في خطر يا ربي. شيخ رجب بيقول إن في شباب اتنين ضربهم أخو فتح الله بالبندق ماتوا، وبلد مشنين هي وبلد جنبه اسمه مية سخاوي. اسمها ميت السخاوي. يفت هي دي ميت سخاوي، بقى لازم يضربوا ناس من عائلتهم ده حسيني، فتح الله لازم يفضل هناك علشان يمنع جرائم دي. والشيخ رجب كمان يقول ان هو مش يقدر يجي وان هو مستعد يضحي بروحه علشان يفدي ارواح كتير.
الله نوراي، شوفتي مشاعر انسان جميل رقيق. بس انا مستحيل اتخلى عن جوزي وهو في محنه زي دي، انا لازم اسافر له حالا. انت مجنون نوراي، ازاي يقوم من سرير وانت لسه في هالنفس؟ باردون نوراي هانم، كمان في بيبي رضيع، هتاخديه على ايدك ازاي؟ وزي البرنسيس ما قالت، انت لسه نفسه، ما ينفعش تخرجي قبل الأربعين، ده مش حلو علشانك. عفارم حضره وصيفه طيبه كتير راويه هانم، واحسن من صفيه هانم. تشكرات لطيف بي، انا اقول لحضراته ان حضراتكم افضل هنا في سرايا، اما صفيه يفضل في بيته او غضبان عند اهله في اسكندريه. جريئه تيزا، احنا في ايه ولا في ايه؟ ما تخليكي في حالك. شو اسمه راي وخليك في سرير؟ مش هينفع، انا واجب عليا تزم كزوجته يحتم عليا ان اكون جنبه. موسى يحتم واجبك ناحيه ابنك مصطفى بيك قبل اي واجب تاني. خليك في سرير، نرس جايه في ميعاده يجيب مصطفى بيك ياخد رضع بتاعه هو. بنت زبيده تحت امر سمو، خليك واقف هنا وامنع حضرتها من خروج. ورايا راويه. ده اختبار لفتح الله يا حاج رجب، تحدي لو نجح فيه مش هيقدر حد فيهم يقيم دماغه قدامه او يرفع صباعه في وشه. هو عارف ده كويس قوي، عشان كده هو مصمم يثبت رجليه قوي في بشنين اليومين دول. طب قدرنا ان دي امور سياسته في بلده، نوراي بنتي ذنبها ايه؟ وازاي هتقدر تتحمل ان جوزها يفضل غايب عنها حتى بعد ما توضع؟ بتحبه يا حاج يوم يعمل كده؟ هو الحب ايه؟ الحب مش معناه انك انت تستحلى حب اللي بيحبك وتركنه على جنب لحد ما يجيلك كيفك، لا، الحب معناه انك تفضل قريب طول ما انت قادر وما تدورش على عذر يبعدك. اوه انت مالك متحمل عليه كده ليه؟ عشان ما رضيش ينزل معاك مصر ولا في حاجه تانيه؟ حاجي رجب كلم كلام تمام، فتح الله مش يحب نوراي زي ما هي تحبه، واحد زيه كان زمانه فوق طاير من سعاده. اقعد عند اقدام حبيبته نوراي، شيل بيبك في حضنه، لكن جي واحد نمرود اتجوز نوراي هانم علشان ياخد ارض ادومين ووسيه، وبعدين اقعد هناك جنب زوجه قديمه في بلد بوشنيل. مش يسال في حبيبتي نوراي. حلمك اسمه الاميره، انا ما قلتش الكلام اللي جنابك بتقوليه ده ابدا، ما قلتش ان فتح الله ما بيحبش نوراي. لا قلت، مش صح راجل كبير يقول كلامه ويرجع انكره. لا 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 لا، ليه بس كده؟ ليه طولت اللسان؟ انا فوتلك مره قبل كده. تردش عليها، خلينا نخلص. وانت حاضر الشمشيرجي وشوش قول ايه؟ شمشيرجي انا احتاج يا سمو الاميره. شس، بدل ما احتاج وقول كلام فارغ، روح كلم حضرة حكيم يشوف حال مع نوراي. وانت حاجي رجب اطلع كلم مع بنت حضرتكم نوراي، مصمم انزل سافر روح بوشنين. لا 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 لا، دي ست غريبة جدا. معقولة يا بابا؟ انت لسه ما خدتش على طبعها؟ والله ولا 100 سنة. بس مشكلة خالتك دي انك ما تعرفيش هتفاجئك منين، تبقى بتكلمك في اليمين وفجأة تلاقيها بقت في الشمال في نطة واحدة. بس طيبة قوي وبتحبك قوي. نفسي بقى تكون سامحتها. الحقيقة ما قلتليش حاجة يعني تحتاج ان انا سامحها، علشانها كفايه انها كانت حنينه عليكي وحمتك من اذى اللي ظلموا امك واعتبروها مجرمه تستاهل الحبس في اوضتها لغايه ما عصبها تنهار وتموت. وانت هربت وسبتها زي ما فتح الله هرب وسابني. اظلميني زي ما انت عايزه يا بنتي، مش هدافع عن نفسي ومش هقول لا، بس ما تظلميش فتح الله. يعني ايه يا بابا؟ ما كانش يقدر على المشوار زي اللي انت عملته ده؟ يجي يبارك لي ويطمن عليا ويشيل ابني في حضنه ويرجع؟ معقوله يعني هيجي لحد عندي وتبقي انت وابنك في حضنه وبعدين بعد ساعه زمن يروح سايبك وماشي كده؟ مش احسن من ما فيش خالص؟ يا بابا ده انا اول ما عرفت انه عنده مشاكل ما فكرتش مرتين ان اكون جنبه واسافر، لولا انهم يعني خوفوني كده من حمى نفاس وحاجات كتير قوي رعبتني. معاهم حق، انت مالكيش خروج ولا سفره لما ترابعاني. بعدين اطمني اتحلب خير وهيعدي الظروف اللي هو فيها دي، مش بقيت تلاقيه جنبك في اي لحظه. ولو اتاخر؟ لو اتاخر يعني هسافر. لا، مهما غاب يا بنتي ما تسافرلوش بنفسك. هو قلب عظمه لسانه يابا الحاج رجب، خلاص سرايه كفر الشيخ اتبنت واتبيضت
ويدوب بس تتفرش على ذوق ومزاج أهل السرات وتيجي أم مصطفى تنور. بجد يا بابا؟ هو يعني قال لك أم مصطفى؟ أيوه بجد يا بابا، قال لي أم مصطفى بالحرف. طب أنا عايز أقول لك على حاجة بس مكسوفة. طيب أقوم أنا وأبعت لك خالتك تقولها لها. استنى يا حاج استنى، أنا عايز أخد عليك، عايز أشيل الحجاب اللي بيني وبينك كده وأحس إن أنت أبويا وأنا بنتك. طب وإيه اللي حايشك يا بنتي؟ قولي يا نور عينين أبوكي. كنت عايز أقول. ما تقولي ما تتكسفيش. فتح الله وحشني قوي. مش هيغيب يا بنتي مش هيغيب. بابا اوعى تكون يعني اتخانقت معاه علشان. ابدا، ده بالعكس كان مصمم ان انا بايت معاه هناك، ولما اصريت وصلني بنفسه لغايه كفر الشيخ وفضل معايا لغايه ما الاوتوموبيل بتاع مصر جه يطلع، وقال لي وهو بيضحك سلم لي على اللي في المحروسه وبص لنوراي وبص لمصطفى والامر لله، سلم لي على البرنسيس. حرام عليكم، دي تزم كزمات طيبه قوي وبتحب الناس كلها، هي بس لولا طبعها التركي الغالب عليها ده. بابا علشان خاطري انا عايزاك انت بالذات تعملها كويس، انا ماليش في الدنيا دي غير ارباح، ابني مصطفى ايوه وجوزي حبيبي فتح الله وتزم كزمات ايوه وبابا راجل. علشان خاطري وعلشان هي ست طيبه فعلا انا هشيلها فوق راسي. ربنا يخليك لي. إيه إلا بالمناسبة قولي لي مين الهانم اللي كانت نازلة معاه من عندك دي؟ أنا أصل متعودة أشوف جماعة لطيف بيه. دي راوية أخت لطيف بيه، أصل صفية غضبانة عند أختها في اسكندرية ولطيف شكله كده يعني مش عايز يصالحها، فبعد جاب راوية من منصورة عشان تعيش معي، والتزم كزمات أول ما شافتها مسكت فيها عشان تبقى وصفتها بدل صفية. يعني إيه مش قادر توصل لها؟ ابعت أغا من الأغوات اللي عندك يروح الجناح بتاع البرنسيسة ويقول لراوية إن أخوها على التليفون. الله معضلة دي. نعم أنت عملت كده؟ طيب طيب خلاص معقول ده. ألو ألو أيوة سنترال، عاوز عمدة بشنين 27 كفر الشيخ. أصل لطيف بيه أخويا متعود ناكل سوا. ليه كانت بدي حضرة وصيفة مع إني يقول إنك كويس كتير؟ وأنا كدبت في اسمك يفت. أنت قول لطيف بيك متعود مش ياكل إلا معاك، دول كدب. أنت جيت من شهر ونص بس، قبلها كان بياكل مع مين؟ يمكن كان في الأول بياكل مع أبلة صفية في الفيلا القديمة، لكن لما نقل في الفيلا الجديدة وأنا جيت كان حريص دايما إن إحنا ناكل سوا. ليه؟ هو أخوك مش جوزك؟ الحكاية مش حكاية أخ ولا زوج، أصل أبي لطيف بيعملني زي بنته بالظبط، ما هو اللي مربيني. بابانا مات وانا عندي 12 سنة. خلاص كفاية، انت مش قول حكايات قطع قلب حضراتنا، اتكلم في موضوع تاني. طب موضوع تاني زي ايه حضرتك؟ اي موضوع. طب ايه رأي حضرتك في الموضوع اللي اتكلم فيه الحاج رجب مع ابي لطيف امبارح؟ كلام عن ايه راوية؟ كلام عن الحب يا سمو الاميرة. حب؟ انت عاوز تكلمني عن حب؟ مش جيت تبقى قلة حياة بنت لسه في سنك. بنت في سني ايه يا سمو البرنسيس؟ انا عندي 30 سنة واتجوزت وانا عندي 17 سنة. أمان ربي أنت متجوز ست راوية؟ أمال فين حضرة زوج أفنزم؟ حضرة زوج أفنزم راح مشي. مشي؟ راح فين؟ تقصد حضراتكم أنه هرب؟ لا انطرد، أصلي اكتشفت أنه عفريت فطردته. أنت واحد ست مجنون راوية. ليه بس يا سمو البرنسيس؟ أنا قلت إيه زعلك؟ أنت جيب سيرة عفريت وأنا خاف، مش أحب سيرة عفريت. أنا أسفة يا سمو البرنسيس، أنا والله بهزر معاكي مش قصدي أزعلك. إيه هزار دي؟ يعني انت مش طردت حضرة زوج؟ لا مشي لما عرف ان انا مش هجيب له خلفة وقالوا له الحكمة في نفس اليوم طلقني. امان ربي امان، مظلوم كتير راوية، طعنة حب في قلب مليان بالحب، عذب روح ادفي نور حياة. معقولة يا سمو البرنسيس انت زعلانة وكمان هتعيطي علشاني؟ يفت ابكي علشانك وعلشان كل هريم مسكين، مش عاوز اسمع كلام عن حب تاني. رجب علي دي واحد خرفان ومش عارف لغاية دلوقتي ازاي سيبال هانم حبه واتجوزه. كزمات هانم بتقول انها بتكره الحاج رجب العلايلي لانها في عقلها الباطن متصورة ان هو السبب في اللي حصل لسيبال اختها ام نوراي، ولولا بقى نوراي بالتحديد كانت رميته بقى لكلاب الدايرة تنهشه. بتهيألي انت بتظلمها قوي كده يا بيه.
على فكرة دي ست طيبة جدا، عيبها الوحيد بس عنطزة التراكوة اللي بتخليها ساعات تبان كده شديدة وعصبية. تصوري بقى ان ده نفس رأي حاج رجب على الرغم من اللي سمعه وشافه منها. ايوة ما انا سمعته النهاردة هو بيبرطم وبيكلم نفسه وكأنه بيرد عليها وبيقول لها بلاش قلة ادب وطولة لسان يا ست انتي. السلام. وانت بقى سمعتيه بيكلم نفسه ازاي؟ لا هو ما كانش بيكلم نفسه، يعني هو زي كان اللي كان بيهمس كده يعني. وانت بقى مترتقاله ودانك عمال على بطال. يعني ايه يا ابي؟ طب انا بقى ما اقعدش هتكلم معاك تاني. تعالي بس اقعدي كملي اكلك، انا بهزر معاكي. انا كلت وشبعت الحمد لله. انا كمان كلت وشبعت. ما تنسيش احنا هنشرب الشاي مع بعض الساعة 5. تقدري تقولي ان المسكين ده كان في منفى اختياري واجباري في نفس الوقت. افهم بقى انه هرب من اضطهاد البرنس ليه واصراره انه يقتله، بس منفى اختياري واجباري طب ازاي؟ لانهم اجبروه انه يسيب بلده ومراته وتجارته. يبقى انسان ضعيف يا ابي، كان لازم يقف لهم ويدافع عن مراته وحقه وبيته. الا على البر عوام يا راويه، احنا ممكن واحنا قاعدين هنا مرتاحين نحكم على ناس بالبراءه وندين ناس واحنا قاعدين بنشرب شاي في فيلتنا الجديده دي. ما قلتليش يا ابي هو ميوله سياسيه ايه؟ زيك؟ ايه ده؟ وانت مالك ومال ميولنا سياسيه؟ وايه حكايه زيك دي؟ طب انا ايه في رايك؟ انت مش وافدي على كل حال، بس ممكن يعني الحاج رجب يكون جرالك ايه يا رب؟ مالي؟ مالي ايه يا ابي؟ ماليش. ايه بقى؟ ماسكه قفيه رجب القلايلي ده ليه؟ وبعدين انا عايز اقول لك حاجه مهمه. رجب ده راجل كبير واكبر منك بـ30 سنه، وتحت اي اعتبار ما يصحش ابدا تفكري فيه. انت بتهني يا ابي؟ لا يا راويه انا ما اقصدش اي اهانه طبعا، لكن انا كل اللي خايفه انك انت ممكن تفكري في شخص وتتعلقي بيه. انا ما بتعلقش بحد، وحضرتك اكتر واحد عارف اني متعقده ومستحيل ارتبط براجل بعد اللي حصل. عن اذن حضرتك. مصطفى بيك تشوكوزال تشوكوزال، انت بيبيك لطيف، انت بيبيك جميل، انت اطلع عمده كبير زي بابا فتح الله. برأيي يا حبيبي انت مش عايزني اكلمك زي تيزم كزمان؟ تخيط ليه بس؟ ما انت لسه واكل ومستحمل وريحتك تجنن. توتي زعلان من بابا عشان مساء الفيك العايز فيك. بليز يور هايس ليت مي تيك هيم تو بيد. Okay, Miss Rose. You can take him now. Thank you very much. أنا سامع صوت مصطفى بيك. مش لقيته في السرير. مصطفى بيك. تعالى حبيبي. Excuse me, Your Highness. مصطفى must be in bed right now. تجنن روز؟ أنت إمن هزراتنا خد بيك في هدنه؟ Give him to me. Never. And if you insist to interfere in my work, I will resign. Stop there. تيزن من فضلك مس روز نرس ما تعوضش سيبيها. تقول ان نرس روز ماري ما تعوضش ان بكره في صباح جيب 10 احسن منه. بس دي بابيك مصطفى بيحبها قوي. طب انت ما خدتيش بالك ان هو بيبطل عياط لما هي بتشيله؟ صحيح نوراي مش خدت في بالي. مصطفى بيك حب روز ماري هي كمان روحه فيه. انت عندك وبيني بينك نوراي مش افري جود نيرس كويس. انا روح دلوقتي ارتاح شويه علشان عندي سهره عند برنسس تانسو ولازم احضره. جايب ست منيره مهديه علشان ايه؟ هي عيد ميلاد بنته. على فكره نوراي ايه رايك حبيبي نجيب ست مهديه في سبوع مصطفى بيك؟ حاضر هفكر واقول لك. ايفات حبيبي اتفضلي سموك اللي طلبتيه حطيه عندك على الترابيزه يا زبيت. امشي انت. توخوا
حبيبي. يا ريت يا توحى على ما يخلصوا يكون البيت اللي انت بنتولي في كفر الشيخ خلص. بابا رجب قال لي انه جاهز على الفرش. انا وتزم كزمات هنختار المفروشات والموبيليا من هنا من مصر ان شاء الله في اقرب وقت ممكن، وننقل البيت الجديد في كفر الشيخ. انا متاكده ان ذوقي هيعجبك. تعرف ليه؟ عشان انا بحبك قوي. يا ترى انت لسه بتحبني يا توح؟ نوراي. سرحان في ايه كده قوي ان شاء الله؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حسن. ما احنا رمينا السلام وانت ما ردتش، ما سمعتناش. روح يا جولي لغايه ما دردش مع العمده حبتين. انا كنت همشي من نفسي بس قلت اسلم على عمدتني. ازيك يا عمدتني؟ ان شاء الله تكون بخير. الحمد لله، استغفر الله، متشكرين. اتفضل يا حاج عبد الخالق، اتفضل. فضلك المولي. قهوه ابوك عبد الخالق يا شرف. حاضر يا جنيف العمده. عالريحة يا هلا. أخبار عبد الله إيه يا عمدة؟ رحلوه سجن المديرية، قضيته هتبقى جنايه طنطا. أيوه بلغني، وبلغني كمان لطفي بيه زيدان المحامي المتصير هو اللي ماسك قضيته. أنت عارف الأخبار أهو، أمال بتسأل ليه؟ بسألك عن الأخبار اللي تهمني، واللي قلت لي انك هتجيبها بعد ما تزوره في سجن المديرية. قصدك خبر الطلاق؟ بسيطة يا حاج، بسيطة. انت تاخد بنتك ام الخير وتروح بيها على سجن المديرية. عبد الله هناك حيرمي عليها اليمين، مأمور السجن هيوفر له 2 شهود. يعني ملحوقة، ما تشيلش هم. بيني وبينك عبد الله كان رامي عليها اليمين قبل الحادثة والقضية، ما كانش يعني، كان طفشان منها. علام مندوب، أنا عاوزك على انفراد بالإذن يا حاج. السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا أبو عبد الخالق وإزاي وقتك؟ القهوة يا حاج على الريح ولا أنت هتمشي؟ أنا كنت ماشي لكن هشربها. رحت وقلت عدوا لي يا مندوب؟ كنت فين؟ ما أنت عارفني يا سيدي البلد، أنا ما قلتكش أركز في مطرح، ده أنا زي فرج علوز. أنا هقول للعمدة اللي عمرك ما هتقدر تقوله يا مندوب. أنت اتجننت يا أحلام ولا اتجننت؟ جن لما يلخبط كيانك، خايف من إيه؟ عندك أنت وهو إيه؟ أنا ما أقعدش زي الأطرش في الزفة، ما تفهموني بتتكلموا عن إيه؟ لا تقول لي ده المكتوب وحكم القضاء، ولا حال عن ماشي ماشي ورضا. هو ابن آدم ريشة طايشة في طبا، ده الصبر طيب والسؤال له جواب. تعمل صواب تاخد نصيبك سواب، وحسابنا عند الله في يوم الحساب، وحسابنا عند الله في يوم الحساب. والصبر طيب الصبر بحر الحياة متاهات وبر النجاة، في الغيب طايحة بما رياح القدر. في ايدينا دفة تحدد الاتجاه، وعجل يهدينا نفادي الخطر، ونشك سكتنا في جلد.